مكملين مع بعض الاكلات اللبنانيه لان طعمها ممتاز جدا. تعالوا مع بعض نعمل بقى سلطه الحمص. قبل ما نعمل اي حاجه ونتكلم عن المقادير محتاج نقول كام نصيحه كده. عندي الحمص بتاعي بيبقى بالشكل اللي قدامي ده كده. بصوا الحبايه بتبقى من كتر ما هي متجففه او ناشفه بتبقى بالشكل اللي في ايديا ده، وطبعا عشان تتسلق فبتاخد وقت كبير قوي. الحل ده ايه؟ الحل ده ان انا انقعها في ميه من قبلها بيوم او على الاقل ساعتين او ثلاثه. طيب في ناس كتير قوي الحاجات المجففه دي او الفاصوليا واللوبيا والحمص والحاجات دي بتوجع لهم معدتهم او القولون بتاعهم ضعيف شويه، فحل ده برضو ان احنا لما ننقع الحمص او الفاصوليا او اللوبيا او اي حاجه من الحاجات دي في ميه ان انا كل ساعتين ثلاثه او كل ثلاث اربع ساعات ان انا هنقعها قبلها بيوم اغير الميه بتاعتها عشان ما يبقاش فيها ريحه، بتبقى فيها ريحه غريبه كده الفاصوليا او اللوبيا او الحمص، فانا لما هغير الميه الريحه دي هتروح وفي نفس الوقت هتريح لي معدتي. تعالوا بقى نبدا مع بعض نعمل سلطه الحمص زي المطبخ اللبناني بالظبط. اول حاجه هحط حله على النار وبعد كده هنروح على الميه تغلي وبعد كده نروح نشوف المقادير بتاعتنا النهارده ايه. عندي نص كيلو من الحمص وقلنا هننقعه من في ميه من قبلها بيوم، معلقه صغيره من الثوم، كوبايه من الطحينه، 2 معلقه كبيره من عصير الليمون، معلقتين كبار من الخل، ميه سخنه، ومعلقه صغيره كمون ورشه شطه ورشه ملح. الموضوع بسيط جدا. قلنا بقى هنسلق الحمص. قلنا هنسلق الحمص، هنسلقه ازاي؟ مش بالميه اللي احنا نقينه فيها دي. هاخد الحمص ده اللي انا نقعته في الميه واحطه على مصفى كده، واقوم شايل الميه دي خالص حتى لو انا كنت لسه مغيرها. بصوا الميه الصفرة دي يعني هتدمر القولون للناس اللي بتكون قولونهم ضعيف جدا. فاحنا هناخد بقى الحمص ونروح على الحله بتاعتنا وننزل فيها. بنعمل الحمص بس ما بيكونش لونه ابيض زي المطاعم او زي الحمص الشام او زي سلطه الطحينه اللي بنلاقيها في المطعم. ليه؟ لان احنا في حاجه اسمها ملح ليمون، بنحط رشه من ملح الليمون على ايه؟ على ميه السلق عشان نلاقي الحبات الحمص بتاعتنا لما يتسلق تبقى لونها ابيض كده ومنوره وشكلها بس وهي لسه سليمه يفتح النفس جدا. حطينا كده الحمص بتاعنا على النار، ننزل بقى برشه الملح ليمون ومش كتير، رشه بس عشان تظبط لي الدنيا. بعد كده هقفل الحله بتاعتي واستنى بقى ايه ساعه ساعه ونص على ما سلطه الحمص بتاعي او الحمص بتاعي يجهز عشان نعمل السلطه. واحنا بنجهز نعمل ده هنعمل ايه بقى؟ هقوم جاي كوبايه من الطحينه حاططها في البوله كده، جيب معلقه انزل بقى في كل شويه الطحينه الخام دول عشان توفر معايا وتديني كميه اكتر. فانا ايه هعمل سلطه الطحينه كده واركبها مع الحمص عشان تمشي لي الكبه وفي نفس الوقت يكون طعمها في منتهى الجمال. عندي معلقه ثوم، وهنا الثوم لو انا مش هستخدم الكميه كلها في نفس اليوم فياريت ايه نحط ثوم على قد الكميه بس اللي احنا هنعمل. بعد كده عندي ايه الكمون، عندي عصير الليمون اهو، بعد كده ايه الملح. والملح اهم حاجه عشان ايه مش هنبوظ شويه السلطه اللي هنعملهم الجامدين جدا دول، عشان خاطر شويه الملح ما ننساهمش. ادي الملح بتاعي اهو وانا كده حطيت معلقتين عشان ايه يظبط الحمص بالمره. هنسيب بقى دول كده وناخد المضرب ندي تقلبتين، هننزل كده بكوبايه من الميه السخنه وبعد ما نقلب عشان الطحينه بتاعتنا تدوب. بعد كده عندي بقى ايه معلقتين الخل هقوم نازل بيهم على الطحينه واقلب كده، هلاقيها ابتدت تتقل معايا. وهنستنى بقى ساعه تقريبا لحد ما الحمص بتاعنا يستوي كويس جدا، ولازم يتهري كده والقشر يقع منه عشان لما نحطه في الكبه يتفرم ويبقى ناعم زي البطاطس البوريه بالظبط. سيبنا كده الحمص بتاعنا تقريبا ساعه ونص. تعالوا بقى نشوف الحمص بتاعنا استوى او ازاي نعرف ان هو استوى. هعمل بمعلقه كده واخد واحده وادوس عليها، طلع منها قشرتها كده واتكسرت يبقى كده خلاص جاهز. هعمل ايه بعد كده؟ الخطوه الثانيه هاخد بقى الحمص ده واقوم حاطه في مصفى واخد الحب بس، انا مش عايز اي ميه من اللي انا سلقت فيها دي خالص. هقفل بقى البوتاجاز بتاعي كده واخد الحمص وهو سخن، انا عايز برضو الحمص سخن عشان يطلع مظبوط قوي وما يغلبنيش وانا بطحنه فين في الكب. هقوم نازل بقى بهنا كده احط مثلا نص الكميه او اقل وابتدي اضرب على مرتين. وشويه الطحينه بقى اللي احنا عملناهم دول هنمسكهم في ايدينا كده واقفل الكبه بتاعتي واشغلها واصب بقى الطحينه من هنا كده، هعمل كده واشغل. هفتح بقى وانا بعد ما شغلت الكبه بتاعتي كده هقوم فاتح واشوف الحمص بتاعي طحن ولا لا. بصوا بقى لقيته ناعم كده يبقى انا كده كان السلق بتاعي مظبوط وكويس جدا. اكمل بقى بقيه الكميه، لقيته محبب كده اعرف ان انا
ما ظبطش معايا في السلق وما عملتش ان انا دوست على الواحده كده لقيتها اتكسرت بالشكل ده. هحط بقى بقيه الكميه، بما ان الكب عندي واسعه طبعا، انتوا لو عندكم في البيت اصغر شويه فممكن تعملوها على كذا مره، وانزل بقى بشويه الطحينه اللي انا عملتهم سخنين دول واقوم قافل كده وارجع اشغل واجيب بقى شويه زيت زيتون، كمون، شطه، كام عود نعناع مثلا او اي حاجه من الحاجات اللي هعمل بيها الديكور بتاع سلطه الحمص بعد ما يتطحن. شغل بقى كده. طحنت كده السلطه بتاعتنا وبقت ناعمه جدا، محتاجين بقى ان احنا ننقلها في حاجه تانية. وزي ما قلت لحضراتكم ان سلطه الحمص بتبوظ لوحدها، فمش عايزين حتى البوله نحط فيها، ننشفها كويس كده بالميه، كويس جدا ان انا ما بقاش فيها ميه خالص، لازم تتنشف كويس عشان لما اغرفها ما يجيش بعديها بشويه حمضت. وطبعا السلطه دي طعمها في منتهى الجمال، هيعجبكم جدا، لازم ما يفوتكوش ده وتجربوها. بصوا بقى السلطه عامله ازاي، طبعا ايه تقيله، ولما تتحط في الثلاجه تسقع دي هيبقى الموضوع خرافي جدا يعني. هنزل بقى كده بيها كلها، وكمان لو انا هحطها في الثلاجه ما ينفعش احطها مكشوفه، يغطيها يا اما ارش عليها من فوق كلها زيت. وهوريكم دلوقتي احنا هنعمل مع بعض ده ازاي. بصوا بقى انا لو وقعت منك نقطه زي دي ما تعملهاش بايديكي، برده بالمنديل، عشان ايه؟ عشان السلطه بتاعتنا ما تحمضش. بصوا بقى التقليبه دي كده اهي كده، هقوم عامل فارد الوش بالشكل ده عشان ايه؟ عشان اعمل العازل اللي ما يخليش السلطه بتاعتي تنشف او تعمل حبوب كده على الوش، لازم اغطيها كلها زيت. يفضل طبعا يكون زيت زيتون او ممكن نحط الاثنين على بعض، بس مهم ان انا اغطي ده كده كله زيت. هي بيتقدم في المطاعم ان هم بييجوا في النص كده ويقوموا عاملين لفه كده بالشكل ده. ممكن بقى احنا ايه نعملها فين؟ على الاطباق الصغيره. تعالوا بقى ناخد شويه من اللي باقيين في الكبه دول على طبق. انا عايز اعرف ازاي اقدم سلطه الحمص، بيجي في النص كده يقوم عامل كده، حاطط شويه من الحمص، نسحب بقى كل الزياده اللي هنا دي. الطبق بيفتح نفسي جدا، بس مش عارف هما بيعملوه ازاي. الموضوع سهل جدا، مش محتاج تفاصيل كتير. هاخد الشويه دول واقوم جايب معلقه فيها زيت او شويه زيت من عندي كده، جايب المعلقه، المعلقه مهم جدا، المعلقه ما يكونش فيها ميه ولا اي حاجه، حاطط شويه زيت عليها كده عشان الحمص ما يلزقش فيها يعني. واقوم بصوا بقى ايه عامل كده، واقوم ماسك الطبق هنا وابتدي اشكلها كده. بصوا افردي بقى كده، وبعد كده هتجيبي بقى ايه شويه زيت زيتون نقوم رشين على الوش. طبعا احنا خدنا زيت الزيتون كله، فايه شويه صغيرين من زيت الزيتون عشان ما يبقاش طعمه حامي قوي او يضايق حد. واقدم بقى ده هنا كده. وبكده خلاص عملنا سلطه الحمص بتاعتنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واعتقد ان لو مشيتوا على الخطوات تطلع النتيجه كمان احسن. ممكن بقى نرش رشه شطة وكمون كده على وش الحمص مع شوية الزيت، وبكده خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا. بس عايزين نفكركم بحاجة مهمة جدا، وإن سفرة عاملة عروض جامدة جدا كل خميس في كل الفروع بتاعتها.